ما هي اليونيسف؟ تعرف اليونيسف اختصارا ب UNICEF أو ما يعرف بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة United Nations Children's Fund، بأنها عبارة عن منظمة دولية تم تأسيسها في العام 1946 ميلادي بهدف تقديم المساعدة والعون للأطفال الذين عانوا تبعا لقيام الحرب العالمية الثانية. وقد كان يطلق على اليونيسف عند تأسيسها منظمة الأمم المتحدة الدولية لطوارئ الأطفال بالإنجليزية United Nations International Children's Emergency Fund، ثم تم تغييرها إلى اسمها الحالي في العام 1953. تعنى هذه المنظمة بتوفير نواحي الرعاية المختلفة التي يحتاجها الأطفال حول العالم من صحة وتعليم وتغذية وغيرها، وخاصة في البلدان الأقل نموا أو في بعض الحالات الطارئة. ففي مجال الصحة على سبيل المثال، يتمثل دورها بحماية الأطفال من الأمراض المختلفة أو حتى علاجهم من بعضها، كبرامج الحماية من الإصابة بالإيدز والوقاية من أمراض الطفولة بشكل عام، فضلا عما تقدمه هذه المنظمة من تمويل لتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، حيث يتلقى اليونيسف تمويله من خلال العديد من المصادر الحكومية والخاصة التي تتوزع عبر العالم أجمع. ومن الجدير بالذكر أنه بدءا من العام 1996 اتخذ اليونيسف من اتفاقيات حقوق الطفل التي تم إصدارها في العام 1989 طريقا يتم الاسترشاد بها للمضي قدما في خدماته وأنشطته التي يقدمها. وتعتبر مدينة نيويورك مقرا لهذه المنظمة العالمية التي حازت على جائزة نوبل للسلام في العام 1965. يعود تاريخ اليونيسف إلى العام 1946 وتحديدا في 11 من شهر ديسمبر، وذلك عندما أطلقت منظمة الأمم المتحدة ما كان يعرف باسم منظمة الأمم المتحدة الدولية للطوارئ. ومنذ تأسيسها قدمت اليونيسف الخدمات المختلفة، ففي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بدأت بممارسة دورها كرافد أساسي لتقديم الخدمات من خلال توفير الغذاء والملابس والعناية الصحية. فقد تم تقديم ما يزيد عن 8 ملايين لقاح ضد مرض السل، وتم إكساء ما يزيد عن 5 ملايين طفل، فضلا عن توزيع حليب الأطفال وتقديم الوجبات اليومية وبناء المرافق في تلك الفترة الممتدة بين الأعوام 1946 إلى العام 1950، وبتكلفة تقريبية بلغت حوالي 112 مليون دولار. عملت اليونيسف في الفترة ما بين عامي 1951 و1960 على تطوير وتوسيع نهج الخدمات التي تقدمها، فلم تقتصر تلك الخدمات على الحالات الطارئة فقط، بل تحول الأمر إلى عملية استراتيجية تهدف اليونيسف من خلالها إلى تقديم الكثير من الخدمات المتنوعة فيما يخص صحة الأطفال حول العالم، كإجراء حملات لمكافحة أمراض الجذام والسل والبكتيريا الملاريا، وتشجيع تعليم الرعاية الصحية بالنسبة للطفل ولأمه، ورفع المعايير الغذائية لطعام الأطفال وغيرها الكثير من الأمور الأخرى الخاصة بمساعدة الأطفال وتقديم يد العون لهم. وقد كان مقدار الصرف المادي لليونيسف في تلك المرحلة 150 مليون دولار. وبعد ذلك وفي عقد السبعينيات تم توسيع الخدمات لينظر إلى الطفل على أنه عامل أساسي لتغيير المستقبل، فارتفعت قيمة المساعدات آنذاك ليصل إلى مليار دولار بحلول عام 1975. ثم ركزت اليونيسف على رفع مستوى حياة الأطفال في الدول النامية. تقدم منظمة اليونيسف العديد من الخدمات التعليمية للأطفال في 144 دولة حول العالم، وذلك لتسليح الأطفال والشباب بالمهارات والمعرفة اللازمين لإعدادهم وتطورهم بشكل جيد. فهي تسعى إلى إيصال الخدمات التعليمية المناسبة لجميع الأطفال بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم أو دينهم لغتهم أو حتى حالتهم الصحية والمادية. وحتى لأولئك الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة دون التمييز بين الطفل المراهق أو الطفل الذي يكون بعمر الطفولة المبكرة، وتسعى اليونيسف بعد ضمان وصول خدمات التعليم إلى جميع الأطفال بشكل عادل إلى ضمان تقديم أنظمة ومناهج تعليمية قوية من شأنها رفع المستوى التعليمي للأطفال وتسليحهم بالمهارات المختلفة. تعتبر مدينة نيويورك المقر الرئيسي لمنظمة اليونيسف العالمية، حيث تتوزع خدمات تلك المنطقة عبر دول العالم المختلفة من خلال 7 مكاتب إقليمية وما يزيد عن 124 مكتبا قطريا قطريا.
و34 لجنة وطنية موزعة عبر دول هذه الأقاليم السبعة. وتدار هذه المكاتب من خلال عدد كبير من الموظفين، يصل عددهم إلى ما يزيد عن 13,000 موظف متواجدون في 190 دولة. وبعض من هؤلاء الموظفين من هو ذو طبيعة عمل ميدانية على الأرض، ومنهم ما يعمل ضمن مكاتب في العديد من المدن كمدينة جنيف، برلين، وإقليم بروكسل العاصمة، والسيول، طوكيو. ولليونيسف أقسام مختلفة عدا عن المقر الرئيسي والمكاتب الفرعية المنتشرة عبر المدن والدول، كمركز الأبحاث الموجود في فلورنسا، وشعبة الإمدادات التي تقع في ولاية مانهاتن، ومركز الخدمات المشتركة الموجود في بودابست. توظف منظمة اليونيسف الأشخاص الذين يمتلكون خبرة ومعرفة واسعة في واحدة من مجالات متعددة كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة والإمداد وإدارة الأزمات وغيرها من المجالات الأخرى. كما تهتم منظمة اليونيسف بتوظيف الأشخاص الذين يعملون ضمن إحدى المجالات التي يعنى بها اليونيسف كالتعليم والاهتمام بالطفل ورعايته. شراكات اليونيسف: تحقق منظمة اليونيسف أهدافها من خلال إنشاء تحالفات وشركات وشراكات استراتيجية مع شركات ذات مساهمة فعالة وإيجابية في المجتمع والبيئة، بحيث تكون الشراكة متكاملة ذات جوانب متعددة، من بينها المنادات بحقوق الطفل وتفعيل أنشطة العمل الخيري من خلال التبرعات النقدية والعينية والإغاثة الإنسانية والمساعدة في حالات الطوارئ وغيرها الكثير. وتكون هذه الشركات من جنسيات متعددة، ويمكن أن تكون كبيرة أو صغيرة أو حتى متوسطة، فتدعمها اليونيسف وتشجعها على تنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية بشكل فعال وإيجابي، مع التركيز على الاهتمام بما يحتاجه الأطفال من الرعاية الصحية والاجتماعية والتغذية والتعليم وغيرها. كما أن هذه الشركات تدعم اليونيسف في حالات الطوارئ. يعتبر نادي برشلونة لكرة القدم مثالا على إحدى الشراكات التي تجمع الشركات باليونيسف، فقد تمت هذه الشراكة بين الجهتين إلى غاية العام 2020، أي عامنا هذا. يقدم فيها نادي برشلونة تبرعات سنوية إلى الجمعيات الخيرية بقيمة تتراوح ما بين 1.5 مليون يورو إلى 2 مليون يورو. وفي وقت سابق امتد ما بين الأعوام 2006 إلى 2010، مما نتج عن تقديم العديد من الخدمات الصحية في بعض الدول كمالاوي وغينيا أنغولا، ثم امتدت لاحقا لتشمل الصين وإفريقيا وغانا. وقد وصف هذا النادي الرياضي بأنه شريك لمنظمة اليونيسف بتقديم وإنشاء مشاريع تعود بفائدتها على أطفال العالم، وبلغت قيمة هذه المشاريع خلال العشرة سنوات الأخيرة 15 مليون يورو. وكما يظهر أمامنا هذه إحصائيات متعلقة باليونيسف، فقد تم تقديم الكثير من الخدمات المختلفة عبر تاريخها، وفيما يأتي إحصائيات لخدماتها منذ 25 عاما. إنشاء 1200 مركز صحي في الأرياف المختلفة، إنشاء آلاف من الأقسام الأمومة في 85 بلدا مختلفا، توفير معدات ل 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية و 965 مدرسة للتدريب المهني، 600 لتدريب العاملين في النظام الغذائي، و 2500 مدرسة لتدريب المعلمين، و 31 مدرسة للتدريب المهني للمعلمين، توفير معدات لما يقارب 4000 مركز تغذية وحدائق، فضلا عن 9000 مقصف وحديقة مدرسية، تقديم معدات إلى 2500 مركز للرعاية النهارية، و 3000 نادي نسائي، و 3500 مركز اجتماعي، فحص 71 مليون طفل لتشخيص المصابين بمرض التراخوما وتقديم العلاج ل 43 مليون منهم، وفحص 425 مليون لتشخيص المصابين بالداء العليقي، وتطعيم أكثر من 400 مليون شخص ضد مرض السل، وتطعيم الكثير من مرض الملاريا، علاج ما يزيد عن 415 ألف حالة من المصابين بمرض الجذام، تقديم وجبات وملابس بقيمة مليارات الدولارات، وأخيراً رعاية المتضررين بحوادث الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وغيرها من أنواع الكوارث الطبيعية.